بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل إن شاء الله تعالى مع الأسماء لام التعريف وأنواعها ونميزها بعضها عن بعض. تحدثنا عن اللا الأصلية، وثم تحدثنا عن الزائدة اللازمة، وفي الجزء الثاني إن شاء الله بنزيد على موضوع الزائدة الغير لازمة. بس قبل ما نروح لها، كان أجاني أكثر من سؤال عن موضوع الأصلية، كيف أعرف إنها من بنية الكلمة أو لا؟ بس عشان أعطيكم كمان أداة، هاي وجدتها بالاستراحة وأنا بنتظر في الانت على النت. هذا برنامج هنا موجود، بحثت عن حرف اللام، طلع عنا الكلمات اللي فيها اللام. واجهتني نفس المشكلة اللي كنا بنعملها في البحث في الجذور اللي موجودة بكلمات اللي برنامج الإحصاء القرآن الكريم، إنه اللام التعريف، اللام العفو لهم أو للمتقين، اللام الجر بيضيفها مع اللامات. فأنا بس عشان حاولت أبحث عن برنامج فيه كل الجذور، هاي جذور الكلمات الموجودة في القرآن الكريم. فإذا كبرت هاي الجذور، هاي مثال على الكلمات التي فيها لام، نبدأ إنها هي لام أصلية ولا لا. هلأ لا يعني إنه كل لام أصلية هي ساكنة. إحنا اللي بنحكي عنه لما تحدثت عن اللامات وتحدثنا إنه فيها كلمات فيها لام، هذه مثلاً هي إبليس، هل هي بتكون في إبليس مثلاً، كلمة إبليس تكون ساكنة حتى نظهرها؟ هاي اللي نتحدث عنها. إحنا قاعدين بنحاول نبحث عن لام أصلية تكون ساكنة، الساكنة هي التي تظهر. المتحركة أصلاً ما بنحتاج إنه نعرف هي أصلية ولا لا. أي لام متحركة ما مش ضروري إن نعرف إنها هي أصلية ولا لا. فإحنا إذا قاعدين إنه نتحدث عن اللام الساكنة، هي اللام التي نبحث عنها. إحنا كنا نتحدث عن اللامات اللي في الجذور الكلمات. هاي مثلا لام كلمة إبل، لاحظوا إنها موجودة، إلى الإبل كيف خلقت، فإذا هي ليست لام ساكنة. فإحنا الفكرة إنه بندور على اللامات التي تكون ساكنة، هي هاي التي يتعلق فيها الأحكام. إذا هذه التي يتعلق فيها الأحكام إذا كانت ساكنة. فإذا هذا البرنامج، هذا الموقع جميل، في بحيث بحاول إن شاء الله أبعث لكم الرابط عليه على الجروب الواتس إن شاء الله. نبعث لكم على جروب الواتس. هذا البرنامج بتستطيع إنك أنت تشوفي كل كلمة أصلها فيها لام، وبعدين تدوري بين الأمثلة لما تكبسي عليها، تدوري على بين الأمثلة هاي الموجودة على اليسار. أنا حاولت أكبرها بس عشان تشوف الجذور، بس هون بين الأمثلة بتدوري على أي واحدة منهم تكون ساكنة. هلأ وين ما لقيتي واحدة ساكنة، هي التي اللي حكينا عنها، هاي اللذان، هاي التي، هاي الذي، هدول هلأ حكينا عنهم اللي إيش، اللي هي زائدة لازمة. هدول مجموعة الزائدة اللازمة، لاحظي حطوها حتى مع الجذور. طيب لاحظي حطوها مع الجذور. نكمل هاي الكل اللي شوفي، هاي سؤال لما سألتوني يعني هل ممكن تكون اللام في أول الكلمة؟ نعم ممكن تكون. شوفي مع ال، مع حمزة مثلا، هاي اللاتي، اللائي برضو من هيها من لازم الزائدة لازمة. فاللتي، اللذان، الذي، الذين، اكتبوها عندكم في الكتاب، يعني اكتبوا في عندكم في الكتاب كل الأسماء الموصولة التي فيها لام زائدة ولازمة. الكتاب عندنا الذي والتي، تقدر تضيف إلها اللذان والذين واللاتي واللائي. طيب خلينا نشوف اللائي والموجودة في القرآن. هاي موجودة هنا الأمثلة، لاحظوا إنه هاي موجود أزواجكم اللائي، هاي مثلا موجودة في الأحزاب، هاي موجودة في المجادلة، هذه كلها مرسومة. بس أنا بدي أتأكد من شغلة واحدة، هي إذا أخذنا سورة مثلا طلاق، حنروح لموقع الموقع الثاني اللي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. طيب هاي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بس بدي أتأكد من معلومة إنه في سورة الطلاق كيف مرسوم اللائي، هل هي مرسومة بلام واحدة أو لامتين؟ بس هاي من اللامات الزائدة الغير، عفوا الزائدة ولازمة، وحكمها الإدغام. بس أنا السؤال إنه الرسم العثماني كيف مرسوم؟ طيب لأن حكينا الذي والتي لما يقولوا لك في لام زائدة، طب وينها؟ أنا مش شايفيتها مرسومة، طب فيها قاعدة حذف. خلينا بس نروح لسورة الطلاق بس نشوف سورة الطلاق آية خمسة، عفوا
طلاق هي اللائي، شايف كيف مرسومة في المصحف؟ شايفينها؟ يصلها لامتين لكن مرسوم المصحف بلام واحدة، فهي من قاعدة الحذف اللي موجودة عندنا. طيب هاي من قاعدة، في لام أخرى هي المفروض تكون زي ما هي موجودة هون، شوفوا موجودة هون إنه لامتين، وعلى فكرة الذي والذين واللذان كلها لامتين، بس مش موجودة عندنا في القرآن إلا مرسومة بلام واحدة. فشوفوا هون موجودة كيف في القرآن، فإذا هي في القرآن الكريم موجودة بلام واحدة وفي فوقها علامة الشدة، وهذه من اللام الزائدة اللازمة وحكمها الإدغام. هون نرجع نكمل. فهيك عرفنا الجذور، هيك تعرفنا على الجذور، هيك تعرفنا على الكلمات اللي فيها. بس خلينا نمر على الجذور بس مرة أخرى، نكمل في الجذور بس نمر عليها. من أله الله، إلا ولا ذمة من الألل، لحظة فيها لامتين حتى أصليات. أليم من ألم، أله من إله أو إلى أله، ألوة. طيب إلياس، هنا إلياس هاي اعتبرها هنا جذر الكلمة، في موقع المعاني قال أيضا هي من لأصل الكلمة. إلياسين هو نفسها إلياس. اليسع اعتبرها في موقع المعاني، اعتبر اليسع اعتبرها لام تعريف، بس أنا بحتاج نبحث فيها أكثر، وإذا حد عنده ممكن حد يسأله، يا ريت والله يعرفنا إنه باليسع هل هي لام تعريف أو أصلية. فهي شوفوا كيف الكلمات هاي كلها، مثلا بت هاي الكلمة بتل وتبتل، هاي مثلا هيها تبتل، هاي تعتبر لام أصلية، هاي لام أصلية ساكنة وحكمها الإظهار، هاي من التطبيقات. طيب نكمل عليها. ما بخلة، زي ما قلت لكم مش كل لام أصلية ساكنة، احنا بدنا ندور على الساكنات هي اللي بدنا نحكي عنها مظهرة. هاي مثلا بخيلة، بدي ادور في الكلمات الموجودة او باللحظة ولا واحدة منهم ساكنة، فاذا ما بحتاج هاي الكلمة معنا. طيب بسلة، هاي أبسلو، هاي أصلية ولكن غير ساكنة، فما بحتاج إنها تكون معي في موضوع الإظهار، حكم الإظهار. ففهمنا الفكرة. إذا أول شيء معنى إنها أصلية من بنية الكلمة، يعني موجودة، لاحظين موجودة مع الكلمات الأصلية. طيب هي بل، بل لعنهم الله، بس إحنا مع حل وبل بنعتبرهم من الأحرف، بس هي من أصل الكلمة، هذه من أصل الكلمة وهي مع الأحرف، حنحكي عنها لاحقا. طيب بلوى، بلاء، ابتلى، لنبلونكم، هذه لحظة كلها لحد الآن ما فيش ولا واحدة منها ساكنة. فإحنا شو الفكرة؟ إنه بدنا ندور. البروجرام ده، هذا موقع اسمه البحث في القرآن الكريم بجذر الكلمة. طيب هيني حعملكم إياه شير إن شاء الله، وابعث لكم إياه على الواتس. أيوه على الواتس الآن صار عندكم، تبحثوا بجذر الكلمة، ولما تكبسي على الكلمة مباشرة بعطيك إياها مع آياتها. فإحنا اللي بدنا الكلمات الأصلية اللي فيها لام ساكنة. طيب لام ساكنة، إنه ندور أول إشي تكون فيها لام أولا، مثلا كلمة جالوت، خلينا ندور على كلمة مثلا جدل، جدل، هاي جادلتنا، هاي جادلتنا، جدلة أصلها، فهي اللام ساكنة، فإذا نحكي عنها لام أصلية، إذا غير زائدة، هاي أصلية، هاي من بنية الكلمة وحكمها وجوب الإظهار. طيب نشوف إذا في واحدة تانية من وجادلهم، مرة تانية لام أصلية، لام من بنية الكلمة وحكمها وجوب الإظهار. طيب لحظة، هنا موجود هنا عفوا لام الفعلية، هون طبعا هي فعل هنا هلا فعل، لكن احنا بدنا بالأسماء. فأنت لما تشوف اللام أصلية أو مش أصلية، أول إشي بدك تعرفي أول إشي إنها أصلية ولا لا، هي يجادل، وبدك ترجع تتفرج على الكلمة هي فعل ولا اسم. إذا كانت فعل فهي من اللي بيكون هي لام الفعل الأصلية. طيب فبنحكي يا لام الاسم الأصلية أو لام الفعل الأصلية. طيب طيب نكمل في الجذور لآخر شيء شوي، مثل جلد، جلودهم، جلودهم، فجلدهم جلدة، هاي هاي مثلا جلدة، هاي لام أصلية من جلدة. طيب إذا عرفت أنها أصلية. طب هل هي اسم ولا فعل؟
هاي هنا اسم جلدة، جلدة، مئة جلدة، فهنا صارت لام الاسم الأصلية وهي حكمها وجوب الإظهار. فهمنا الفكرة؟ فممكن تكون لام فعل أصلية أو ممكن تكون لام اسم أصلية. فأنتوا الجذور هاي بتعطيكم إنه شو هي الكلمات. بعد ما ألاقي الكلمات بستطيع إني أدور وين بتكون اللام ساكنة، ثم اللام الساكنة أرجع أتأكد إنها هي اسم ولا فعل، بقول يا لام الفعل الأصلية يا لام الاسم الأصلي. هاي جهلة مثلا، جاهلية، جاهل، جاهلين، لا ما فيش لام أصلية، ما فيش لام ساكنة في بينها. طيب لو نيجي كمان لآخر شيء، خلينا آخر مثال وبعد ذلك نرجع إن شاء الله إلى موضوعنا. عم ندور بين هالكلمات على كلمة فيها لام حلفة. طيب هلا يحلفون متحركه، حلفتم فعل متحركه، 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 يحلفون، سيحلفون، يحلفون، واللي يحلفون ويحلفون فيحلفون، كلها حلاف. لاحظوا هنا كلها لمات كانت كلياتها متحركه، ما في لام ساكنه مثلا. طيب حلقه، لقمه، وهكذا. طيب الحلقوم مثلا، هاي حلقوم، هاي مثال الحلقوم، هاي وصلنا لواحد من اثنين. الحلقوم هاي لام، لاحظ لام اصليه. السؤال هي اسم ولا فعل؟ بقول الحلقوم هي اسم، فهذه لام الاسم الاصليه وحكمها وجوب الاظهار. طيب ان شاء الله نكون سبنا بالامثله بحيث انه نكمل عليهم. ريهام الياسين واليسعى، لما رحنا على برنامج المعاني، طيب حكى لنا الياسين هي اصلها الياس، فهي لام اصلي من من الاسم. اليسعى لاحظوا شو حكى عنها، هاي اداه تعريف اسم النبي يسعى، واليسعى تعريف له. طيب اليسعى فهي عباره عن اداه تعريف. هلا في هذا الموضوع لازم ابحث في تفسير القران الكريم اتاكد انه هي لام التعريف ولا لا، بس هنا في برنامج المعاني اعتبرها لام تعريف مضافه الى اسم النبي يسعى. طيب طيب الياسين لا، من الكلمة هي من أصلها إلياس، ويجب أنه لما هي مفصولة بالرسم، لكن عند القراءة في القرآن لا نستطيع أن نفصلها، لازم تكون موصولة. طيب الآن إحنا خلصنا، هاي لاحظتوا خلصنا الأصليات اللي أمثلة من موجود على الكلمة من أصل بنية الكلمة، وحكينا لما تشوف لام في بنية الكلمة موجودة في الجذر برجع أتفرج عليها، هي اللي هي فعل ولا اسم؟ إذا كانت اسم بتكون صارت مع لام الاسم إيش الأصلي، الأصلي. إذا كان الكلمة فيها فعل مثل جادلهم صارت فعل، فبقول لام الفعل الأصلي. بس هي الفكرة الرجوع إلى الجذور حتى أتعرف إلى اللام هل هي أصلي ولا مش أصلي. هنا الذي والتي ضفنا عليها، ضيف على الكتاب اللذان، الذين، اللذين، اللاتي، واللائي. عندنا الذين تنتين، الذين بالجمع واللذين بالمثنى. طيب وكلها كانت مرسومة بالقرآن بلام واحدة وفيها أيضا موضوع الحذف. طيب الزائدة غير اللازمة، حكينا الكلمات اللي أستطيع أني أقولها بوجود اللام التعريف أو بدون وجود اللام التعريف، وحكينا مثل الشمس، بقدر أحكي الشمس والقمر، موت وحياة، وهكذا. هم بعمل مراجعة سريعة للأخوات اللي شبكوا معنا متأخرة، ووقفنا هون. إحنا هنا وقفنا عند لام القمرية. إحنا لام التعريف هي لام لها هدف إنها تعرف على الكلمة، فبالتالي لما تيجي تضيفيها هي أصلها ساكنة. هلأ ما حكمها مع الحروف التي جنبها؟ الحروف التي جنبها في عندنا مجموعة حروف اسمها حروف القمرية. طيب هاي الحروف التي تكون عندها اللام القمرية، اللام اللي تسمى قمرية، عفوا اللام تسمى قمرية، وعندها اللام نقول هي تلفظ مظهرة، تضاف وتلفظ مظهرة. لما تحدثنا عن هذه ليش هي موجودة ومظهرة، لما رحنا على الجدول، جدول المخارج في آخر التسجيل السابق، قلنا حكم السبب ليش مظهرة أنها بعيدة عن هاي بحروف كثير. لاحظ كل الحروف الحلقيه موجوده، اللي هي ابغي حجك وخف عقيمه، موجوده كل الحروف الحلقيه موجوده شفويه، واضح التباعد بين اللام وهذه الحروف. في تباعد بين اللام والقاف والكاف، لانه هاي اقصى لسان وهي ادنى الحافه، فبعيدين عن بعض، هذا برضه انه تظهر. في حرفين فقط حكينا من الحروف اللي متقاربه، هي علاقه تقارب على فكره، متقاربه مع اللام ومع ذلك تظهر،
استثناءات عملية التقارب اللام مع ما حولها هي الجيم والياء فإنها تظهر. الجنة لازم أحكي، واليوم لا، الياء الغير مادية هذه مع إنها متقاربة لكنها تظهر، فليس كل المتقاربين حكمه الإدغام. فهي حددنا هاي الحروف، إذن كلها علاقة تباعد ما عدا الياء والجيم. في علاقة تقارب بينها وبين اللام مع ذلك تظهر، ونبهوا عليها وينبغي الانتباه، نبهوا عليها. ليش نبهوا عليها؟ لأنها علاقة تقارب، فبالتالي مش حكم تباعد، فعلى ذلك حطوها مع بعض، الجنة، الجوار، الجودي. كمان نبهوا عليها كمان لأنه إحنا عندنا في لهجتنا، في لهجتنا العامية إحنا بندغمها في منطقتنا مثلا، إحنا بنحكي الجنة، إحنا طبيعتنا هيك في لهجتنا، وكثير من اللهجات بدغموها، فنبهوا إلها إنه هي في القرآن مظهرة. طيب، علة الإظهار لحظة التباعد. طيب، بس لاحظوا الجيم والياء مش تباعد. لاحظوا إذا علة الإظهار كتبوا عن فقط علاقة التباعد، بس مع الجيم والياء هي علاقة تقارب ومما لم يضم، والتباعد يمنع الإضغام. طيب، ولاحظوا أن التقارب مش بس تقارب مخارج، تقارب صفات، يعني اللام واللام والياء والجيم الثلاث. نعم، تحدثنا عن التقارب، التقارب مش بس مخرج، يعني هم لما حكوا هنا تباعد مخرج اللام عن هذه الحروف إلا الجيم والياء هي علاقة تقارب مخرج. طيب، فاكتبوها جملة صغيرة تحت الكتاب إنه هي تقارب مخرج، ومش بس تقارب مخرج وتقارب صفات. إذا هي تقارب صفات ومخرج مع الجيم والياء الغير مادية، الثلاثة مستفلات، الثلاثة منفتحات، الثلاثة مجهورات، فبالتالي حكمهم الثلاثة في تقارب كمان. فبالتالي هنا بدنا ننتبه إنه علة الإظهار التباعد تنطبق على جميع الحروف اللي هي أبغى حجك وخف عقيمه إلا الجيم والياء في تقارب مخرج وصفة، ومع ذلك لا تدغم، عشان هيك نبهوا عليه. طب الإدغام باقي الحروف، خلاص هي باقي الحروف. إذا بدك تحفظي هذا المختصر اللي هو بيجمع الحروف هذه داخل بيت طب ثم صل رحما، ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم، هذه الحروف بنسميها الشمسية. إذا حبيتي تحفظيها لأنه طويل شوي، أو إنك تحفظي الأول وتقولي باقي الحروف هو مع الحروف التي تدغم، وهي سميت اللام فيها شمسية أي مثل الشمس، لا ألفظ اللام. وسأجد دائما هنا هنا في عندي الشين موجودة في عليها شدة، هتلاقيها مكتوبة في القرآن الكريم في عليها شدة. ليش؟ لأنها علاقة إدغام، الأول حرف معرى وهو علامة الضبط، الإدغام دائما الحرف الأول معرى الثاني مشدد، فهاي بتكون الشين مشددة السبب لأنه في علاقة إدغام وليس لأنها شين مشددة في أصلها. علة الإدغام التماثل مع اللام أكيد، والتقارب مع باقي الحروف، تقارب مع باقي الحروف. فإذا هو حكى لي الجيم اللي عفوا اللام مع الشين تقارب، طب ما هي الجيم والياء بنفس المخرج، فإذا هي تقارب برضه مع الجيم والياء لكن لا يوجد إدغام فيه. فبدنا ننبه مرة ثانية أنه رغم وجود علاقة التقارب إلا أنها لا تدغم مع الجيم والياء. الشمس هنا شو حكى عنها؟ التماثل مع اللام والتقارب مع باقي الحروف. بس بدي أنبه على موضوع التقارب مع باقي الحروف. لاحظي اعتبر هاي الجدول اللي عندنا، قلنا هي علاقة تقارب مع باقي الحروف، فإذا اللام اعتبرها مقاربة للشين، طب ما هي الجيم والياء بنفس المخرج ومع ذلك لا يوجد إدغام. بس بدي أنبهكم على هون هاي اللي فتحت المرة هاي، لاحظوا إنه اعتبر اللام مع النون تقارب، اللام مع الراء تقارب، اللام مع كل حروف الطرف اعتبرها تقارب. طيب، تقارب، اعتبر اللام مع كل حروف الطرف اعتبرها تقارب. طيب، فهذا مهم انه نعرف انه علاقات اللام مع كل حروف الطرف هذه ليش عملناها حاره واحده لما كنا ندرس بالتمهيديه، اللي اخذوا معي تمهيديه بحكي لهم ممكن تقولوا انه طب هذا المخرج وهذا المخرج في بينهم مخرج فرعي، لكن كل حروف الطرف عاده تعتبر كانها حاره واحده. فالنون كمان تدغم مع الراء واللام بعتبرها تقارب، بما ان النون بالذات اعتبروها لا هي تقارب، هنا فيها حكم اخفاء حنحكي عنه لاحقا. بس اللام لما اجينا على اللام، اللام اعتبر كل هاي مجموعه الطرف هي اعتبروها تقارب مع اللام. ولاحظوا اعتبروا مع ان انا شايفه بالجدول في ضاد، الا انه اعتبروا اللام مع حروف الوسط كلها تقارب اعتبروها. طيب، في علاقه تقارب ولكن لا تدغم الا مع الشين،
من هذه الحروف. الضاد أكيد تضغم فيها، ولا الضالين تضغم فيها، بس هي بدي أوضحكم موضوع التقارب. أكيد التماثل مع اللام مع اللام هي تماثل، وهنا نيجي للشعر. ها هي حالات اللام، أولهما أظهرها فهي لتظهر مع أبغي حجك وخف عقيمة. لاحظوا هنا أتحدث كلها عن اللامات التي لام التعريف. لاحظوا أنه كل هذا الشعر اللي موجود عندنا الأربع أبيات كلها تتحدث عن لام التعريف التي دخلت على الاسم. هلأ لام الفعل، هي اللام تقع في الفعل ماضيا مضارع. لاحظوا بنتحن مره، رجعت مره ثانيه، رجعنا لنحكي عن الفعل الذي فيه اللام في جذر الكلمه، ليس الفعل اللام المضافه للفعل بسبب لام اخرى. في لامات تضاف للفعل حنتحدث عنها كمان شوي، نحن كي هون عن اللامات الاصليه. فاذا لما نشوف الجذور، لما نرجع لموضوع الجذور ونتفرج على الكلمة، نتفرج على الكلمة هي أصلية ولا لا من جذرها، ثم الشك الثاني اللي بدي أعمله أنها هل هي ساكنة ولا لا، فأنا بأخذ فقط الساكنات، بعد ذلك بقول هي فعلية ولا اسمية. طيب لام الفعل أو لام الاسم بقول هي ساكنة أصلية من أصل الكلمة. هنا لا يلهف، هنا فعل، صار فعل. طيب قلتم هذا فعل. طيب أنزلنا فعل، وهي لام أصلية في الفعل. بدك تعرفيها رجعي للجذر، نزل، قال، لهث. فمرة ثانية لام الفعل ممكن تكون قريبة من الأول بالوسط أو قريبة من آخر، ثم أضيف عليها هاي اللي بسموها حروف الزائدة للإضافة للمعنى، إلا إذا كانت متطرفة وقع بعد حرف اللام أو الراء فيجب إدغامها. إذا بعدها، طب هي مظهرة، إذا كانت لام الفعل هي عادة مظهرة، لكن بالكلمة التي بعدها جاء لام أو راء، طيب هذه لام الفعل الأصلية، هنا صار حكمها الإدغام إذا جاء بعدها راء، إذا جاء بعدها لام أو راء. الإدغام باللام لأنها مثل تماثل، علاقة تماثل، ومع الراء لأنها علاقة تقارب. نكمل إن شاء الله. فإذا لام الفعل بدي أنتبه إنها أصلية ولا مش أصلية، إني أنظر إلى جذر الكلمة، ثم إذا كانت متطرفة أنظر إلى الحرف الذي بعدها، إذا كان لام أو راء فهنا أعدها لا. طيب هنا في هامش، هنا شايفين حاطين الجيم والياء والشين انها في تقارب، لكن ما ذكروا حطوها بالهامش انه اللام مع الجيم والشين هي تقارب، ولكن ما حطوها بموضوع الاظهار، حطوها لاحظوا في صفحة اللي فيها ادغام. لاحظ عدم عد الالف هنا، خلينا نراجع للهامش هنا. طيب إذا حرف ما عدوا 14 حرفا، ما عدوا الألف منها، ذلك لأن ورودها بعد اللام يقتضي تحريك اللام، أكيد لأنه إذا كانت ألف مادية موجودة بعد اللام حتى لو كانت لام فعل فإنها تتحرك لأنها صارت ألف مادية، لا يوجد عندنا ألف غير مادية، فالألف ما فيش غير تكون مادية، اللي ما هيش مادية هي همزة لكن صورتها ألف. احنا نتحدث عن الالف الماديه، الالف الماديه لا تكون الا ان تكون قبلها اللام متحركه، فلذلك لم توضع مع الحروف، يعني ابغي حجك وخف عقيمه، واذا حسبنا كم عدد الحروف الباقيه لازم تكون 15 حرفا، لكن ما عدت الالف معهم لانه لا تكون الا متحركه بعدها. طيب هلا لام الامر، هاي من الحروف التي تدخل على الفعل. لاحظوا إذا معناته الفعل ممكن يكون اللام فيه أصلية، ممكن تكون اللام فيه زائدة، والزائدة مش بهدف التعريف وإنما بهدف الأمر، هي لام زائدة عن بنية الكلمة، إذا اتفقنا هي زائدة. يعني أنا بكلمة يكتب، هاي يكتب، يعفو، يقطع، إذا هاي الأصل الكلمة، أصل الفعل الموجود بالكلمة، وبتيجي بعدها فعل مضارع وقد تأتي عقب الفاء والواو أو ثم، فليكتب وليعفو ثم ليقطع، هذه كلها لاحظوا إنها تكون إذا كان قبلها فاء أو كان قبلها واو العاطفة أو ثم العاطفة، من كل هاي الحالات بتكون لام الأمر هنا ساكنة، فليكتب وليعفو ثم ليقطع. فإذا إذا كنت أنا أتحدث إنها إنه أنا أقرأ الكلام متصلا يوجب الإظهار، وجب الإظهار، يجب التنبيه عليها حتى لا يسبق اللسان إلى إدغامها. ولتأتي، طب التاء من حروف اللي بتدغم فيها لام التعريف، لكن هنا هاي ليست لام تعريف إنما لام أمر، لام الأمر دائما مظهر، لام الأمر
دائما مظهرة، ولا يقاس عليها إدغام لام التعريف في التوابين. لاحظوا، ولتأتي هذه لام الأمر، هذه لام هذا بالاسم لام التعريف، فالتوابين هو نشو أضغنة، فإذا لا يقاس عليها. فإذا حكمها دائما هي كل لام أمر بمعنى الأمر فهي حكمها الإظهار، لأن لام التعريف كثيرة الورود بخلاف لام الأمر فإنها قليلة، واضحة قليلة. هنا بدي أديكم شوي، أنططكم شوي للأمام في الدورة المتقدمة، اللي باخذ دورة متقدمة. هنا موضوع إنها كيف أبتدئ بها، بس حطوا هنا ملاحظة إنه لما بدرس هذه الوحدة أدرس معها عملية الابتداء بلام الأمر، كيف أبتدئ بها؟ إنه إذا بدي أبدأ بهاي الكلمة بقول ليقطع، ببتدئ بلام مكسورة، بس للمعرفة، أنتم حتاخذوها لاحقا، لكن اللي فيكم متقدمة بس عشان يميزوا إنه إحنا إذا بدي أبتدئ بهذه الكلمة بستطيع أن أبتدئ بها مكسورة، لكن هنا بسبب وجود الواو أو بسبب وجود الفاء لا أستطيع أن أبتدئ بها أصلا، لأن الفاء والواو مما يلزم إنه متصل، فلا أستطيع أن أبتدئ بالكلمة بدونها. الواو والفاء مما يتصل بالكلام دائما لأنها عاطفة، فتتصل، هاي من الكلمات التي تتصل. طيب، ثم ليقطع، هنا بقدر أبدأ ليقطع، هاي بس معلومة، بس إذا بتحبوا تحطوا نجمة، وخاصة اللي بده يراجع بالمادة كاملة، انتبهوا لام الأمر مذكورة هون ومذكورة في موضوع الابتداء عشان تدرسوا المواضيع متكاملة. أنا بحب لما أمر على معلومة أدور على المعلومة في كل كتاب وأرسم أدرسها مع بعض عشان المعلومة تكون متكاملة عندي في دراستي. طيب، إذا الحكم هو وجوب الإظهار، ما قلنا فيها، يجب إنه نظهرها وننتبه إن حتى مع حروف الشمسية ما زالت تظهر. أعطوا مثال التاء، إنها لما تكون لام أمر بتظهر، لما تكون آل التعريف الداخلة على تاء في الاسم وإنها تظهر. طب لام الحرف لا توجد إلا في هل وبل، لأنه هذه حروف، هذه الحروف الوحيدة هل أو بل، بدنا ننتبه إنها لا تدغم إلا إذا هي حكمها الإظهار، إلا إذا وقع بعدها حروف من الإدغام. ما الذي تدغم فيها اللام؟ اللام والراء. بماذا تدغم الحروف؟ فحكمها الإدغام إذا جاء بعدها لام وراء. رجعنا زيها زي لام الفعل المتطرفة، لام الفعل المتطرفة، بشوف شو اللي بعدها. بس انتبهوا انه لما اشوف هاي اللام واللي بعدها بحطوا بحكي لامتين وتماثل وادغام وما الى ذلك، بس بدك برجع اسمي اللامات بالذات لما تكون ساكنه دائما تذكروا انه سموها شو هي، اي نوع من اللام، هل هي لام الاسم، هل هي لام الحرف، هل هي لام الفعل. لام الفعل عندنا نوعين، لام الاسم عندنا ثلاث، فبدنا ننتبه انه شو ما بسميها قبل ان ابدا اتحدث عنها. الاظهار اذا وقعت مع بقيه الاحرف مثل هل اتى، هل ثوب، بل زين، كل هذه الإظهار اللام بتكون مظهرة وتلفظ مع توسطها كاملا. طيب، هيك بإذن الله تعالى خلصنا اللامات، وإن شاء الله في القسم الثاني إذا في عندكم أي أسئلة ممكن أتابعكم الآن على الشات إذا في أي سؤال ضل، وإذا ما في سؤال سننتقل إلى التطبيق ونبدأ مع التطبيق. الأول اكتبوا لي إذا في، لأن ما نوصل للتطبيق، إذا في عندك أي سؤال اكتبوا لي. عفوا يا أستاذة، هو إيه الفرق بين لام الأمر ولام فعل الأمر؟ لام فعل الأمر ولام الأمر. طيب نرجع للكتاب. الفرق بين، يعني لو أنا عملت مقارنة. طيب خلينا نرجع الأمثلة الموجودة كتاب، وإذا ما لقينا بنرجع على الأمثلة الموجودة بالجذور. طيب، اللام عندنا تأتي بالأفعال حسب جذرها. خلينا نرجع أحاول أوضح لك إياها هيك بالتدريج. طيب خلينا نبدأ من هون. إذا لاحظوا أنا بدي أدور مثلا على لام فاء مثلا، هذا حلالا، أحل، أحل، محله يحل، تحل، وحل، وحل، حلا، يحل، حلائل. بدي أدور على واحدة إذا كان فيها كلهم لامات مضاعفة، مضاعفة يعني في عليها شدة، شدة بعتبرها تحريك إلها، فلا أستطيع إني أعتبرها ساكنة. طيب هاي وحلول، هاي وحلول. اللام أول إشي هي لام الفعل، بدي أعرف هي أصلية ولا مش أصلية،
هو هذا اللي بيجاوب كلامك. هاي أحلل من حلل، إذا هاي الفعل، هاي حطت لك الفعل قبل الجدر تاعه، هاي الفعل وأحلل حلل. هاي اللام أصلية ولا مش أصلية؟ بعتبرها أصلية. طيب الموجود عندي هون وأحلل، هو طبعا هي صيغة دعاء، ولكن احنا في الدعاء نستخدم الحروف الأفعال بصيغة الأمر. الله سبحانه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال بما معنى الحديث انه اذا يعني طلب احدكم فليعزم، يعزم مش اغفر لي ان شئت، لا بصيغه العزيمه. فنقول اغفر لي، هذه هي طبعا هي الجمله معناها الدعاء، ولكن نحن نستخدم معها افعال الامر. بصيغه الفعل بيكون فعل امر. هاي وحلل، هذا فعل امر وحلل. هذا اسمها لام الفعل، هاي اسمها لام الفعل. طيب بس أصلية ولا زائدة؟ هذه أصلية، جاي من الجذر. كيف عرفت أن أصلية موجودة بالجذر؟ طيب هذه لام الأصلية لما تكون متطرفة بدي أنتبه، هل هي لام الفعل؟ نعم. لام فعل الأمر، لاحظي أنه الفعل الأمر. طيب فإذا هي لام فعل الأمر، بس أنه لما حكيت لام فعل الأمر طيب ولام الأمر شو بيختلف مع بعض؟ هنا فعل الأمر هذا الفعل نفسه بصيغة الفعل، لاحظي هنا بصيغة فعل مضارع، هنا بصيغة فعل أمر. فإذا هذه اللام هي لام أصلية في الفعل، ولكن صيغة الفعل فعل أمر. طيب نيجي الآن على الكتاب، مثلا كده لما أجي أنا أحكي يلهث، قلتم أنزلنا، لا بديش كلمة أنزلنا، مثلا أنزلنا هنا اللام، هاي اللام الفعل، هاي تعتبر لام فعل أصلية. صيغة الفعل هذا شو هي؟ فعل ماضي. طيب هنا فعل قلتم فعل ماضي، يلهث فعل مضارع، فلا تقل، لاحظي هنا قال قلتم، هنا فعل ماضي، تقل هي لام فعل مضارع لأنه في تاء، لكن دخلت عليها لام الناهية، لا الناهية، فلا تقل سكنتها، فهي شو بسميها؟ لام فعل مضارع أصلية مظهرة. طيب حتى وإن سكنت بسبب الجزم هي فعل مضارع. هلأ في خصوصية بلام الفعل، مرات بقول لك هاي لام فعل الأمر المظهرة، هي بس مجرد إنه دخل في الاسم، دخل في الاسم إنه هو صيغة الفعل فعل أمر. أما هذه اللام اللاحقة هذه اسمها لام الأمر، هي اللي إلها لصيغة الأمر، اللام معنى اللام. طيب اللي هنا مرة تانية، هنا لما قلت لك فعل الأمر هذا معنى الفعل، الفعل المصاغ على صيغة الأمر وقل، طيب هنا أصيغة على صيغة الفعل. أما هاي لام الأمر لا، هاي لام زائدة على الكلمة ومعناها أن فيها أمر ولكن تدخل على الفعل المضارع. فالفعل فعل مضارع، يكتب فعل مضارع، دخلت هذه اللام لتعني فليكتب، تأكيد إنه لازم يكتب. طيب يعني هي دخلت عليها، حولت الفعل المضارع لفعل امر. لا ما حولته، انما معناه الامر ظل مضارع. معناه لان هي يكتب، فلما دخلت بقت فليكتب، فانا فهمت كده ان هي حولت من فعل مضارع لفعل امر. طيب وهي السكون الان شو صارت؟ حركه اعراب، بطلت حركه بناء، بينما قل فعل الامر الاصلي هذه حركه بناء، صح؟ مش الأفعال الأمر مبنية على السكون، لهذا سكنت. ليش سكنت هذه اللام؟ سكنت هذه اللام لأنها الفعل بصيغة الأمر، وبناء الفعل الأمر دائما يكون ساكنا، بينما هنا هذه لام الأمر إذن هي لام زائدة، هاي رقم واحد. اثنين، السكون الحرف الأخير منها سكن الحرف الأخير بسبب دخول اللام عليها اللام الأمر، فصارت هاي حركة إعراب وليست حركة بناء. فإذا هاي اللام لماذا سكنت؟ لأنه الكل الفعل أمر. طب في ناس يقول لك هذا لام الفعل الأصلية خلص بكفي، ما بحتاج أحكي، يعني هل أجي أحكي هنا لام الفعل الماضي الأصلية، لام فعل المضارع الأصلية، هل لازم هاي التفاصيل؟ الجواب لا. أما عند لام الأمر هذه نوع من الحروف التي تزاد على الفعل المضارع. وصلت؟ بصراحة مش قوي لأن أنا دخلت متأخر. طب خليني نعيد لك، لام الأمر هي الأمر في اللام، هي اللي إلها صفة الأمر.
طيب أما لام فعل الأمر هو الفعل صيغته أمر وفيه لام في آخره، وصلت؟ أو تمام. خاص فهمنا عليها؟ لما نحكي لام الأمر هي اللام اللي فيها الأمر. أما لا أحكي لام فعل الأمر صار إنه عندي فعل هو أمر وبآخره لام، تصادف هذه الثلاثة مع بعض. طيب أنا يعني كده ممكن مثلا عشان أسهل على نفسي مثلا إن لام الأمر اللي هي بتسبق بواو أو ثم أو فاء، لكن لام فعل الأمر لا تسبق به، وده أسهل بصراحة أنا لا بالنسبة لي هو عشان اللام، أفهم. لام فعل الأمر بتيجي بآخر الكلمة عادة. قل أقل فلا تقل، لا هذا أجي فلا بالآخر، تقل. فجاي بالآخر. طيب هنا لام الأمر وين تيجي؟ هاي زائدة. أهم تفريق في بينهم إن الوسط هاي أو في زائدة. الأول؟ مرة تانية، أهم تفريق بينهم إن هاي زائدة، آه دي أهم تفريق. هاي أهم تمام. تفريق. لما أقول لام الأمر هي اللام اللي زائدة، أم لما أقول لام فعل الأمر هو أنا بس مجرد شوية زيادة حكي إنه حكيت في لام في فعل والفعل هو أمر مش مضارع مثلا أو كذا. أما هاي لا، معقول دي هاي برضه حرف زائد، الزيادة واحدة هي اللي زائدة بتحدد لك والثانية الفعل زائدة. بالضبط. هذا هو التفريق بينهم.